في البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. تماسك الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بأحمد الشيخ لاعب الفريق وفضل بقاؤه في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل. وتلقى الشيخ عروضا من أندية محلية طوال الفترة الماضية أبرزها من الإسماعيلي والمقصة وسموحة وغيرها، ولا يشارك الشيخ مع الأهلي في الموسم الجاري إلا لدقائق قليلة وعلى فترات متباعدة، الأمر الذي جعل عدة أندية محلية تدخل في التعاقد معه. ونصح لاسارتي ببقاء الشيخ في قائمة الأهلي خلال الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب ملتزم ويؤدي ما عليه من واجبات فنية. وسجل أحمد الشيخ هدف التعادل للأهلي في المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس الخميس أمام بورت كاونتي الإنجليزي بمعسكر الفريق بأسبانيا، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.